عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في المعادي؟ شارع 10. استر يا رب، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل يا هريدي. عندي ربكة، ربكة برجوازية. عندي ربكة برجوازية. برجوازية يعني بلاش طاقية، عندي حساسية. لمحتهم، لمحتهم، لمحتهم أنا. يعني قلبي مقبوض، قلبي مقبوض. كله على الله. تسحم علينا بقى وشغلانة ما يعلم بيها الا ربنا، شغلانة ما يعلم بيها الا ربنا. عليك قليل ما تشتغلهاش يا عم. لا يا عم بقول لك ايه، ما تسيبني في حالي. يعني ايه ما اشتغلهاش يا عم؟ ايوه ما اشتغلهاش. ما تقعد يا هنيدي، عسران عسران يا هنيدي، عسران. ايه اللي جابكم الام دول؟ انت في وشك فجر، انت عايز تهرب في وشك فجر وضيق علي. عايز تهرب منين؟ انت ضيق يا اخي من نينا ليه؟ عايز تهرب من نينا؟ نينا بتحبك، عايز تهرب من نينا؟ يا عمري ما فكرت اهرب من نينا. امال ايه نينا؟ هو في جمال نينا ده؟ انا كنت ليه النهار قاعد مع نينا، بس انت السبب. اني انت يا عصران السبب. اني وهدان ده عصران. انت يا عصران السبب. ايه اللي حصل؟ قول لي. اقول لك اللي حصل ايه. قول لي. نسيت؟ ان كنتوا نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنجره. فاكر ايه ده انت؟ عشان دي حسابات بنصفيها مع بعضينا، وكنا كلنا بنقعد مع نينا والناس تحبها. منتصر. منتصر مين؟ ما عارف. نرجع لمرجوعنا. ايوه بيقول لك ايه مرجوعنا بقى؟ اقول لك انا البيه. أيوة. واد عمك. أيوة. راح للظابط علاه. أيوة. وقلت له، قال لك ايه افكرك؟ قال لي يا عم هدي. أيوة. اهدى. استنى. وقف عندك، وقف عندك. اشتغلت في قرايبيني. ايوه يا عم، ما تحاسب انت وامك. انت بتطلع ايدي. حاسب مين انت؟ جد اللي بتقوله ده؟ ايوه جد يا عم. لا ده انا ولاد عمي على الغريب. وانت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. ايه كيف يا غريب؟ دور عمرك يا غريب. يا راجل انت من نجايح. انت من فخاره. انت من نجايح يا راجل. روح ايدك يا عم. هتموت زي ما مات جديك يا عم. مات جديك. مات ازاي؟ جديه؟ متخزوك. مين اللي خزوك؟ جديه. جدك انت اللي خزوه. ارجع لمرجوعنا. فاكر من ايام الكيجي؟ ايام الكيجي لما كنت تاخد السندوتشات. اللي حصل؟ اللي حصل كنت تاخدها من البت هنيه. ايوه. انت مين انت؟ عم هو بس ما تقولش يا عم. مين هتموت انت وولدك؟ انت وولدك هتموت. ده ولدك. اقتل ولدي. ولدك خلاص. هو ده اللي عليه الدور. ده ولدك. انت اللي عليك يا ولد. ده ولدي. ده محمد ولدي. محمد ولدي. محمد خضر ولدك. ايوه هو اللي عليه الدور في الطار. عم اوعى يا ولد. اوعى يا ولد. اوعى ولا يهمك. ولا يهمك. عم الدور في الاهلي. اوعى يا عم. اوعى رجلك. اوعى رجلك. يا طباخ. تزغد لي. والديني يا حسين. خلصوا على رجالة. خلصوا على مين؟ خلصوا عليه. خلصوا عليه. انت هتموت. موتة. موتة البرغوث. موتة البرغوث. اهو. كده. كده. يا برغوث النزعة انت. بالمبيد الحشري. واجيب رقبته. خش بينا فراسيه. اوعى يا عم. ادخل فينا. انا اخلص عليك. نزلني يا عم. نزلك مين؟ مش نزول ده انت تخلص عليك. نزيه الحلقه دي ولا لا؟ صحابك هيشوفوها والدنيا وبتاع. تطلع وحش انت بتضرب صعايده وبتاع. اتفضل. نورتني. فين في مصر الجديدة؟ سبع مرات. سبع مرات. سبع مرات. جميلة إخيبتو. جميلة. جميلة إيه؟ إخيب. إيجيبت. مصر. مصر جميلة جدا يعني. هي حاجة روعة قوي. طبعا. بلدنا جميلة دي. إكسكيوز مي. ألو. إيه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال. اله الا الله. ما انت عارفه يا روشيل، ما
موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال تل ابيب نويبع كانت الدنيا زي الفل، كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات. انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي بو بو. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حماية اخده معانا في مشكلة؟ فين؟ حماية بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه. مستعجل؟ لا لا في طريقنا، في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش لمخاء نختوري مختيفي لقاتي مخاي. ماشي تليفوني تحت؟ اللي انت تحت تليفوني تخل ابوه. شبه اب 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 عمك عيسى. انت عارف انت شبه. نعم. بس لحظة هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة بس انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط. اديك قلت في قلبي ايه؟ في قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل من حبيبي على الاقل انا عارف عندي اصل واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب ابيب ايه؟ انت قلبي بيب بيب زمالك مصري. ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع. انا افهم ان احنا عندنا اهلي عندنا زمالك عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا سينا بتاعتنا. لا وحيه امك. فاهمين غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش. بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه. انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عمي. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنان يا ابعت لي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه. حبيبي يلا بقى. الو. الو ايه يا حاتم انت فين؟ حاتم بيكلم حاتم. بقول لك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص. من القصر اسمه خاتم. تعال لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك. هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. آه. تجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا. اه يلا حبيبي انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. اشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش ضايع ده مش بقى. انت ضايع خالص. أنا ده مش في البلاله. طب بص قدامك يا بابا. بص قدامك. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. يا عرر يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك عنها. حبيبي ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. اه احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني احنا اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارة الايام دي كانت ومش لخارة الايام. مش ايه؟ مش لخار. لا ما بتتقالش كده. مش الايام. يا حبيبي ده مين دي؟ امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش. بس اهدى. انت ما تعرفش ام كلثوم. ايدك جنبك. انت ما تعرفش ام كلثوم. انت تعرف اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 1. انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف. انتوا كلكم مصري جعجع. انزل بس يلا. انزل يلا. مش نزول. انت انزل يلا على اراضي. بقول لك انزل. انت تنزل من هنا بتأشيرة مني. انزل تأشيرة مني يا بلد. انزل يا ب على جنب. اوه هوب اركن. لا هوب
هوب دي يمين هوب يمين ولد ايدك جنبك ولد مصر ايدك جنبك ايدك جنبك اركلي اركلي اوعى ايدك اركلي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده اركلي بقولك وش اللي جنبي اركلي خلاص خلاص رجلي يمين احنا بنهزر معاك والله احنا بنهزر معاك بنهزر معاك ايه بنهزر معاك ده انت هتشوف لما ننزل ده مقلب والله ده مقلب انزل لي بس ده مقلب افتح الباب نزيع ولا ما نزيعش نزيع اتوكلوا على الله نزيع نورتيني ربنا يخليك هدخل من شارع تاني عشان الدنيا لبش لبش فيلم الطريق حلوة تقلقيش يا ست الكل مش رايحة مش رايحة المساحة الهرم هوديكي انا قلتلك اقلى بس الطريق حلو ماشي اخش من طريق مختصر انهي طريق يا اسطى انت بتحور ليه كده يا ستي ما بحورش عمال تقول لي طريق ومش طريق فيه ايه بالظبط ما بحورش عليك امال ايه طيب بقول لك ايه السباحه دي ايه شايفاني باكل كرانشي خلاص بص قدامك انا ما باكلش كرانشي اركب معاه ما تخافش انا ما بخافش استرها علينا يا رب انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم على طريق هما مين دول ربنا يستر عليك يا عصابتي ولا ايه؟ يا ستي عصابتي ايه ما تقلقيش تقول يا رب بقى طب اقول يا رب امال اقول ايه؟ استرها علينا يا رب ربنا يستر ان شاء الله شامم ريحتهم وحاسس بيهم مين دول اللي انت شامم ريحتهم دول؟ انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم لا اله الا الله يا ربي مصحف مين هم دول؟ هم جم هم انا ايه ده؟ انا ايه ده؟ انا ايه ده؟ انا ايه ده؟ انا مش عارف افوق ايه ده؟ في ايه ده؟ يا رب انا عصران انا قلت انا حاسس بيهم وشامم ريحتهم هم دول مين دول دول اللي انا كنت شامم ريحتهم وحاسس بيهم نسيني يا ست نزلك ايه نسيني نسيني وقعتك بعدا اهدي يا ولية نزلني بدل ما اكسر العربيه على وشك اكسر يا ولية خشمك يا ولية كفلامي لما تلويش على الصبح اكلم تهرب منين يا وحداني نسيني ما هربتش منيكم ولينا بتحبك بقول لك ايه بقول لك انا سبت لكم البلد كلها انا سبت البلد كلها جيت اقعد انت يا ورا اقعد يا ولية شيل الخرع على دماغك اقعد يا ولية احترم نفسك احترم نفسك عليا عليك بالثلاثة بقول لك ايه يلا في دماغكوا وهدايا يا ابويا يتضايق من حرمة بقول لك ايه بقول لك ايه في ايه انت السبب انت اللي رحت للباشا وقلت له افكرك قال لك ايه جليل طب انا مالي اقول لك ايه وبعد اذنك نزلني هريري يخرب بيتك نزلني هذه الارض للنجايحه يا وهدايا نزلني صح يا وهدايا صح يا هريري فاكر بس انت اللي رحت عملت معاهم كل الحاجات دي كان لازم اخد حقي وحقي نزلني نزلني يا وليه يا وليه نزلني يا وليه يا وليه اقعد انا ما تلويش اسكت انت بتصبط عليا ولا ايه مين عامل عصابه ولا ايه عصابه ايه بقول لك ايه بص الحركه دي مع عصابه الحركه دي معناها ان انت ايه نزلني في انت عامل كده وخلاص في ايه شول انا بقى يا مؤاخذه يا باشا ده اللي انت بتعمله ده كنت علي يس العربيه لا اله الا نزلني كنت علي يس العربيه بسببك نزلني بدل مخنوق تخنق مين فاكر ام 30 سنه ما طلع السلاح يا ولي طب النبي نزلني ارجع انت نزلني طلع السلاح مفيش نزول قلت اسمع اقعد امال ايه طب انصف حساباتي مع ولد عمي يخرب بيتك على كل اصفي حساباتي معاها انا مالي اصفي حساباتي معاها انا مالي عيال صغيره العربيه خدت منها صعيب انت وقعكوا خرب وقعتني ايه هو في طار عليك ولا ايه في طار يعني ايه طار في طار عليك ايوه طاري طب ممكن انزل اقعد يا سلام ممكن انزل قاعد على قلبك خد خبر اصبر يا ولية يا عم نساني حسابات ما تعليش صوتك عليا مفيش نزول ما تبصليش كده هو عبيدنا ولا ايه بقول لك ايه بقول لك ايه طول عمرك يا منتصر خلاص خلاص عشان خاطر الولية ليه أنا قررت إنكم تاخدوا طاركم مني وأنا اللي اختار طريقة الموت تعال يا أخوي هموت بالنبع اقتلوني بالنبع في وداني ده الهبل اللي أنا فيه موتوني بالنبع ردك يا عصران هيدي ده طلع راجل أيوه أوي حبيبي يا ولد أنا اخترت أكتب نفسي حرام عليك أنا تعبت نزلني من بنات النجايحة أنت مين اللي بعتك؟ نزلوني نزلوني كحة النجايحة دي حواجب النجايحة كحة أنا
انا مش مرتاحلك من مش مرتاحلك من ساعه ما ركبت معايا. بقول لك ايه، نزلني نزلني عيون النجايح، نزلني انت انت عليا، انت عليا النجاح، انت عليا نزلني. انا عايز اقول لك على قوم نادى عليا تمشي احنا مالكش تمشي يا ولد، احنا بنندش ايدينا على حربه نزيل الحلقة دي. روح فين؟ نزيل الحلقة دي انزلها في الكريزي تاكسي. والله العظيم بس انت انت ايه دخلتي على 3 ساعات كده عايز تضرب 3؟ لا وانت اللي تعملت ده الا انت. يا رب نكون خفاف على قلوبكم. ده ان شاء الله يجي، ما ينفعش من اسم القناة عشان ما نحرقش انتباه، نورتينا وشرفتينا. لا بس بجد فظع. ربنا يكرمك يا رب. بجد والله فظع. نزلها وحضرتك طيب. على مهلك يا ست الكل. ربنا يخليك يا ميرسي يا حاجه. مد شويه بس عشان الشغل ان شاء الله يخليك. مد شويه. مش عينيا الاثنين. فين في الجيزه؟ عند الكوبري خالص. اه حضرتك اساسا من هناك صح؟ من الزمالك الحمراء يا حبيبي. احسن ناس. مصر جميله، مصر بلد جميله. طبعا امال ايه؟ مشلوم خا مشلوم خا مشلوم خا راستو خريج. الو ايه يا رشيد؟ يا صباح الفل يا رشيد، عامل ايه يا حبيب قلبي؟ وحشتني قوي، وحشتني قوي. فين ايه يا رشيد؟ انا في الشغل، في الشغل بقى اربع ساعات ما ركبش معايا غير زبون. انا كنت شغال تل ابيب نويبع، كانت الحياه حلوه قوي، كنت بقفش بال 900 وال 1000 شيكل في الساعتين، انما الحياه ناشفه قوي. لا انا ماليش علاقه بقى، انا ماليش علاقه بقصص بقى مصر وبلدنا وسينا بتاعنا، مش جوي ده، انا ماليش علاقه خالص بقى. شد شويه، شد شويه. ماشي حاضر استاذ، حاضر ماشي. مين رشيل اجيبه معايا؟ يا ما هو عم بنيامين بقى مكتوب عليا، هو مكتوب عليا وعلى البطاقه بقى بنيامين. اه يا حبيبتي تمام. طب يلا بقى عشان انا معايا زبون، خلاص هعدي عليك اجيبه. وهيكل سليمان لو حصل حاجة زي دي تاني لازعل منك قوي، بتحرجيني معاه. باي باي يا حبيبتي، باي باي، خلي بالك من سامحون. يلا باي باي، باي باي يا حبيبتي. معلش مدام، الولاد مجننين رشيد، الولاد الصغيرين مجننين، عامل لها استنكو خلفون، حاجة غريبة رهيبة مريعة فظيعة. مشلوم خا خلي بخوف، رقطفون، ارنقوط، ارنقيط، كرنبوت، كرنبيت. ادي حضرتك لو عديت على حمايه خدته معايا عشان راجل مسن بس. اهو اهو حبيبي يا عم بنيامين، لا خوف ولا خطوف، مش لشلاخ، مش لشلاخ. مشيت كده في تختار. اوه ريخامو. نعم؟ احنا من مش من مصر، هتفرق مع حضرتك احنا منين؟ بسال يعني، بسال اصل اللغه مش هي. ما هي احنا مش مصريين؟ عشان ايوه منين بقى؟ والله احنا من تل ابيب. في مشكله عند حضرتك؟ وايه اللي جايبك منين بقى؟ جايين بلدنا، ارضنا، مصرنا. دي بلدكم؟ اه طبعا. انت نهارك اسود. يعني ايه نهارنا اسود؟ هو هنا ازاي مصر؟ مصر دي بلدنا ماما. نهارك اسود ومن بلدك منين؟ ماما انا هقول لك مثل يهودي معروف، احنا الاصل وانتم تلاميذ في الفصل. قولوا لنفسكم المثل ده، ما تقولوش لنا احنا. ماما اثبتي ان انت مصريه، اثبتي. جدودي مصريين وعمامي مصريين واخوالي مصريين. ايه اللي يثبت؟ انتوا منين اصلا؟ انا اثبت لك ان مصر بلدي، عندي ثلاث اثباتات. اول اثبات ده مشلوم خا، انتم مسمينه خوفو. ده مشليك اخطو، انتوا مسمينه خفره. ده قول لها انت بقى، عرفها ده مين. هو ايه والنبي لو قلته من هنا للسنه الجايه؟ ده دول اجدادنا. دي مش بلدكم يعني؟ دي مش بلدكم. ماما استوب، ماما استوب. ماما انا هقول لك على حاجه، انت عايزه تثبتي انك انت مصريه، مش عارفه، انما دوري على اصلك في تله، هتلاقي نفسك ابيب. بيب بيب اهلي، بيب بيب زمالي. ايه يا وادي يا احمد انت فين؟ لا لا ما اسموش احمد، اسمه احمد خا. تعالى لي على احمد خا، تعالى لي على كوبري الجيزه. هي
كوبري كده بقى ايه تعالى لي على كوبري الجيزة حبيب النفس وعلى القلب عزيزة بقى و... ده شغل الجيزة اهراماتنا اهراماتنا انا عايز اعرف دخلوا هنا ازاي اقطع عليها الاتصال اقطع عليها الاتصال مشلومخا مشلومخا مرخوتين تخسي فيه ارناوت ارنايف كرنبوت كرنبيت ارناوت ارنايف كرنبوت كرنبيت ماما انت ليه مش فاهمه الكونسبت. الكونسبت بيقول ان من سينا للسلوم بتاعتنا والله بتاعتنا ده من امتى ده بقى ان شاء الله احنا من امتى لما طردناكم منها ومشيتوا مين انتوا من سينا مين انتوا من بس ما تعملش ايدك كده في وشي قلبك بيموت في اسرائيل بيموت في تل ابيب بس انت مكسوفه تقولي موتة انتوا غنيتوا سرقتوا اغانينا تراثنا انت عارفه اغنيه ودارت الايام انت مالك ومالها دي بتاعت السيده ام كلثوم انت مالك ومالها مش لوم خاره الخيام مش لوم خاره الخيام حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في اللي دخلكم مصر. طب انا مش بلاش الاغنيه دي اقول لك اغنيه ثانيه لبردو عبد الحليم حافظ بقول لك نزلني كان بيقول ايه قولي لي اغنيه عبد الحليم كان فيش نزول ما فيش كله 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 بيتك انت قافل ازاي يخرب بيتك نزلني هنا جبار اغنيه جبار ما فيش نزول مصريه انت دلوقتي في الاراضي الاسرائيليه ما فيش نزول نزلني هنا مش عايز اروح هنا تاشيره تاشيره نزول اسكت انت تاشيره نزول تاشيره مش فاهمه انت بتقول ايه اصلا مخا مخار دي كانت مخار مش جبار حتى اخر اغنيه انتوا سرقتوها مننا اغنيه نمبر 1 ايوه نمبر 1 بتاعت محمد رمضان لا دي كانت دخلكوا فيها دي كمان دي كانت منخر 1 مش لخوفني من منخر 1 كانت منخر 1 بيوتكم انتوا عايزين مننا ايه انتوا وضاع انت عارفه ان احنا اللي صنعنا كل مطربين العالم العربي بتاعكم ده لا طبعا حمو بيكا اسمه حمو بيخانطو عندنا طب القرف كايا مش فاهمين معنى كايا نزلني هنا كايا معنى ايه عندنا نزلني هنا مفيش كايا كايا يعني كايا نزلني هنا بقولك كايا كايا نزلني هنا نزلني هنا هو كايا جايه من البرود اللي انتوا فيه ده كايا جايه من قويه نزلني هنا كايا مفيش نزول نزلني هنا بقول لك نزلني هنا كمان قافل الباب عليا ده انت هرك اسمي ده هوديكوا في 60 داهيه النهارده ما تقدريش مصري هوديكوا في داهيه النهارده يا ولاد الكلب مشلوم خا نزلني هنا بقول لك نزلني هنا في صلاه مشلوم خا نزلني هنا كايا نزلني هنا مشلوم خا مشلوم خا انت بتعملوا ايه؟ انت بتغنوا عليا ولا ايه؟ ده انتوا انا ابوكوا اسود نزلوني هنا ما فيش نزول احنا خاطفين خاطفين ما فيش نزول ما فيش نزول احسن الطفل كريشك يا ابن الكل نزلني اجري بالعربية مشلوم خا مشلوم خا مشلوم خا مشلوم خا خلاص احنا سيطرنا عليك وهنسيطر على عقلك بنيامين احلف عليها اليمين وهيكل سليمان ما تنزل من هذا المكان وهيكل سليمان نزلني هنا كريزي تاكسي حضرتك كل سنة وانت طيب مذيع ولا لا مذيع يا بس